لو انت مهندس ديكور او بتشتغل في مجال التشطيبات او عندك شقة وبتوضبها، الفيديو ده ليك. ايه رأيك في الديكورات دي؟ ده الجديد، ده المستقبل. شكل البوابات والابواب الحديد القديم انتهى. دلوقتي الأصالة لتشكيل المعادن والديكورات الحديثة، بخبرة أكتر من 30 سنة في مجال الحدادة، وفرنا ماكينات بلازما لقص الليزر الأحدث عالمياً. أياً كان الشكل المعدني اللي أنت محتاجه، نقدر نعمله ليك بشكل دقيق واحترافي. ومش بس البوابات، أي أساس منزلي معدني، ترابيزات، سراير وغيرها من المجسمات، نقدر نعملها وبأعلى جودة وأنسب سعر. مستني ايه؟ صمم احدث الديكورات المعدنية مع شركة الاصالة، سواء كميات او قطع بسيطة، كله موجود. نسعد بتلقي استفساراتكم من خلال الاتصال على الارقام التالية. الاصالة لتشكيل المعادن والديكورات الحديثة، ده الجديد، ده المستقبل.